ليس غريباً على الجميع بأن التكنولوجيا أصبحت أسرع وأكثر تطوراً عن أي وقت مضى، ومن العادي جداً أن نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك اختراعاً أو تقنية جديدة لم يكن لا يتخيل أحد أنها ستصبح موجودة. في هذا الصدد اخترنا لكم اليوم تكنولوجيا مستقبلية من شأنها أن تغير العالم بشكل جذري تماماً، فابقوا معنا لمعرفة المزيد ولا تذهبوا بعيداً. الروبوتات المستقلة أو الذاتية التحكم تجعل البعض يفكر في أن المستقبل سيكون كأفلام الخيال العلمي، حيث ستثور الآلات وتصبح ذات وعي خاص لدرجة أنها ستشكل خطراً على وجود البشرية نفسها. لكن بغض النظر عن هذا وذاك، فإن الواقع أمر مختلف تماماً، فقدرة هذه الروبوتات على التحرك بشكل مستقل تظل محدودة بالطبع، ولا تعني بأنها تمتلك وعياً خاصاً، لكنها تستطيع القيام بحركات معينة دون الحاجة للتحكم فيها عن قرب أو عن بعد. وبالطبع أغلبية الروبوتات تتم صناعتها لتسهيل حياة البشر، وإن أخذنا على سبيل المثال الروبوت الفهد فهو قادر على الجري كالفهد الصياد الحقيقي، لكنه بطيء جداً في الواقع، غير أن حركاته متقنة وشبيهة بتلك التي يقوم بها الفهد. بخلاصة، الروبوتات الذاتية التحكم تستخدم في مجال جمع المعلومات دون الحاجة للتدخل البشري، هذا إضافة إلى إرسال تلك المعلومات وجمعها مهما اختلف الغرض أو السبب الذي سيتم استخدامها من أجله. كلنا نعلم ما هي العدسات اللاصقة، لكن قليلاً منا فقط يعرف ما العدسات اللاصقة الذكية. وعلى ما يبدو الفكرة وراء هذه العدسات ستكون ثورية بكل المقاييس، إذ بعد قيام شركة موجو فيجن بصناعة نماذج لهذه العدسات الذكية اتضح بأنها لا تجعل من قدرة النظر قوية أكثر فقط، بل تمكنك من رؤية جدولك الزمني والعديد من الأمور الأخرى دون الحاجة لفتح الهاتف أو الحاسوب أو ما شابه. بمعنى آخر، سيكون الأمر كما لو أن المرء وسط بذلة أيرون مان. والهدف الذي صنعت الشركة من أجله هذه العدسات هو تطوير مجال العمل بالحاسوب والهاتف ليصبح كله أو جزء منه فقط وسط عيوننا على هذه العدسات الذكية. أدوية النانو، ومثل ما يدل اسمها، عبارة عن أدوية وعقارات وروبوتات طبية حتى بحجم دقيق جداً، قد يكون أكثر الأحجام صغراً. وتكمن أهمية كل هذا في قدرة الأدوية والعلاجات الدقيقة كهذه بلوغ أصغر الأعضاء وعلاج المكان المراد علاجه بالضبط، ناهيك عن فحص الجسد والعديد من المنافع الأخرى التي لن نفهم عنها سوى القليل فقط. لكن أحد أفضل ميزات ما تم ذكره للتو هو المساعدة في علاج وتعافي الأنسجة والعضلات والأعضاء بسرعة، وهو ما يعني أن وتيرة العلاج ستصبح أسرع ونسبة الأمراض والحالات المستعصية ستصبح أقل. وربما المجال الطبي هو الوحيد الذي توقع الناس تطوره وصدق توقعهم في محله. إن السيارات الطائرة ليست بالأمر الجديد عن الأغلبية، فقد سبق وقام الكثيرون باختراع سيارات يمكن أن تتحول لطائرة في غضون ثوان، وبالتأكيد التحول يكون بشكل عادي. لكن مستقبل السيارات الطائرة، ومثل ما ينظر له الكثير من المنظرين والخبراء حول العالم كله، السيارات الطائرة ستكون مستقبل التنقل، كما أنها ستجعل حركة المرور متغيرة بعض الشيء ما اعتدنا عليه، إذ يعتبر الكثيرون بأن الحل المثالي في المستقبل القريب للتخلص من الازدحام المروري هو استخدام نظام قيادة آمن للسيارات الطائرة. وبدأت شركات عديدة وخصوصا شركات المواصلات في صناعة نماذج خاصة لسيارات أجرة طائرة، وكذلك سيارات توصيل البضائع وما إلى ذلك. لكن ومن منظور آخر، ما زالت خطوة كهذه بعيدة المنال بعض الشيء، ففي الآونة الأخيرة ما زال العالم أمام تحدي استبدال السيارات العادية بالسيارات الكهربائية. الروبوتات الخدم عبارة عن روبوتات يقتصر وجودها على القيام بمعظم المهمات اليومية التي نقوم بها في منازلنا، لكن الجدير بالذكر أن هذه الروبوتات حالياً ما زالت في بداية مشوارها فقط، بحيث إنها تمتاز بالغرابة والروعة في آن واحد. فبالنسبة للأغلبية، امتلاك روبوت كهذا سيكون بمثابة نعمة لا تعوض، وخصوصاً في تلك اللحظة التي يرغب فيها الإنسان بإطفاء ضوء المصباح بعد أن يخلد للنوم، أو إحضار جهاز التحكم في التلفاز، وما إلى ذلك من أمور أخرى. لكن هل تعتقدون بأن هذا الروبوت سيكون قادراً على إيجاد ذلك الجورب الضائع منذ أيام؟ أما تكنولوجيا ألواح الطاقة الشمسية ستصبح واحدة من أكثر الأمور التي سنراها أكثر من أي وقت مضى في المستقبل القريب. فحالياً قد تكون المشكلة التي تعاني منها ألواح الطاقة المتجددة أنها تشمل مساحة كبيرة، ناهيك عن اتساخها والحاجة لتنقيتها من أجل امتصاص أكبر كمية من الطاقة الشمسية. لكن وعلى مر السنين أصبح هناك الكثير من ألواح الطاقة الشمسية التي تمتاز بحجم صغير لكنها توفر طاقة كبيرة، ناهيك عن إمكانية وضعها على جدران المنازل وأسقفها دون التغيير من شكل المنزل أو لونه وما شابه ذلك البتة.
تخيلوا إمكانية السفر بسرعة 750 ميلاً في الساعة وسط مقصورات تسير عبر أنابيب دون الاعتماد على العجلات أو أي سكك حديدية. فمشروع هايبرلوب يعتمد على الطاقة المغناطيسية والعديد من التقنيات المتطورة الأخرى التي قد تجعل من أمر كهذا حقيقة. والمشكلة ليست في تجربته وإنما في تطبيقه على أرض الواقع. لكن هل تعتقدون بأن المستقبل سيصبح هكذا بالفعل؟ أو أننا لن نعيش لنرى بعضاً من هذا التقدم الرهيب؟ لكن ومن خلال تجربة الهايبرلوب فإنها تعمل بشكل آمن جداً وتسير بسرعة بالغة، تجعل من المتوقع أن تصبح القطارات مستقبلاً أمراً عادياً للغاية. فالسفر بسرعة 750 ميلاً في الساعة تعني أن المسافة بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس سيتم قطعها في غضون 40 دقيقة فقط. ومن التأكيد أننا لن نتحدث عن التكنولوجيا دون ذكر الواقع الافتراضي، فمع كل سنة نسمع بأن مجال الواقع الافتراضي أصبح أكثر تطوراً لدرجة أنه لم يعد يشمل الألعاب فقط، بل برامج المحاكاة والتدريبات وجل ما شاهدناه في الأفلام حتى الساعة وأكثر. لكن الجدير بالذكر أن اكتشاف استخدامها الأكثر نجاحاً ما زال أمراً بعيد المنال، وخصوصاً لأنها تعتمد على الواقع الافتراضي بمعنى آخر. قد تستخدم للعب أو تدريبات رياضية أو تدريبات رجال الأمن بشكل عام، إضافة للكثير من الأمور الأخرى التي ما زلنا بعيدين كل البعد عن اكتشافها. فبعد كل شيء بدأ تصور البشر في عالم افتراضي للعيش فيه منذ ثلاثينيات القرن الماضي لتبدأ أولى خطواتها في الستينيات حتى بلغت ما بلغته الآن، وما زالت ستبلغه مستقبلا بالطبع. أخبرونا آراءكم في هذا المقطع في التعليقات، وما التكنولوجيا الأخرى التي تعرفونها يا رفاق؟ أخبرونا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.